بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. سوف نتعرف في هذا الدرس على كيف تقوم بربط يعني الهاتف بالحاسوب وإظهار يعني شاشة هاتفك على حاسوبك بأفضل برنامج أنا شخصيا جربته للشركة، بالمناسبة طلبت مني يعني شرحه. طبعا يعني ربط الهاتف بالحاسوب سيسمح لك بإظهار كما ذكرت شاشة هاتفك على حاسوبك وشرح أي شيء معين. أيضا الميزة الجميلة وهي تسجيل مثلا شاشة يعني الهاتف لأي شيء تشرحه، بالإضافة إلى شيء آخر رائع صراحة هو اللعب مثلا ألعاب هاتفك على حاسوبك بشاشة كبيرة يعني والتحكم بها من الحاسوب، وهذا شيء رائع جدا. بالتالي سوف تقوم بتحميل البرنامج من الموقع الرسمي بالضغط هنا كما سوف تشاهدون، وإذا كنت تريد شراء النسخة كاملة فاضغط هنا. طيب بعد تحميل البرنامج قم بتثبيته على هاتفك، وبعد تثبيته سوف يعطيك أيقونة هنا على شريط المهام كما سوف تشاهدون، نضغط عليها ثم سوف تنبثق لك يعني واجهة بهذا الشكل. الحين يعني سوف تأخذ يعني الكيبل يو اس بي، تقوم بربط يعني الهاتف مع الحاسوب بكيبل يو اس بي، او يمكن لك ايضا عبر الواي فاي فقط بنسخ هذا الكود، وسوف يعطيك بطبع حال او قراءة يعني هذا الكود سوف يعطيك رابط لتحميل التطبيق، وهكذا يمكن لك ربط عبر الواي فاي. انا حبذ يعني اليو اس بي، لكن حتى تقوم بربط يعني الهاتف بالحاسوب عبر اليو اس بي فسوف تقوم بالضغط على settings او الضغط، ثم تذهب الى خيارات المطور التي شرحناها قبل ايام، خيارات المطور كما سوف تشاهدون، تقوم بالضغط عليه وسوف تقوم بالضغط على تصحيح يو اس بي يجب ان تقوم بتفعيله كما سوف تشاهدون، ديبوراسيون دي يو اس بي كما سوف تشاهدون. بالتالي فبعد عمل هذه الخطوة فقط اربط الحين يعني هاتفك بحاسوبك عبر الكيبل اليو اس بي، ولاحظ معي سوف يبدأ مباشرة البرنامج بالتعرف على هاتفك، ثم يعني سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل على أساس السماح، اضغط على أكسبتار ثم تنتظر لحين ما يصل 90% يعني 100%. هذه الطريقة يعني تتم بسرعة كبيرة جدا، أقل من دقيقة يعني ثواني بهذا الشكل يعني سوف يتم إظهار شاشة هاتفك على حاسوبك، وكذا يمكن لك شرح أي شيء معين أو يعني تصوير يعني شاشة هاتفك كما سوف تشاهد. سوف تنبثق لك نافذة اضغط على أوميتر أي تخطي، ولاحظ معي فظهرت مباشرة شاشة هاتفي على الحاسوب، ولاحظوا معي يعني أي شيء أقوم بتصفحه فسوف يتم يعني إظهاره على الهاتف أحبابي في الأول يعني الحاسوب أحبابي في الله كما سوف تشاهد في الوقت الحقيقي، يعني ليس هناك بطء. طيب يعني الحين يمكن لك تصوير يعني شاشة الهاتف، يمكن لك مثلا تكبيرها يعني حتى تصبح بهذا الشكل، يمكن لك أيضا الخروج، ثم يمكن لك أيضا تصوير الفيديو. لاحظ معي إذا ضغطت هنا سوف يبدأ تصوير يعني شاشة الهاتف مباشرة وتشرح أي شيء معين على الهاتف كما سوف تشاهدون وسوف يتم يعني شرحه. ثم يعني ايضا طيب يعني فالشيء الجميل ايضا الذي عجبني في التطبيق انه مثلا عندما سوف افتح اي لعبة على هاتفي، مثلا هذه اللعبة لاحظوا معي انني استطيع لعبها بشكل كبير، يعني لاحظوا معي فاستطيع الضغط هنا على الشاشة الكبيرة وهكذا استطيع يعني اللعب العاب يعني على هاتفي مباشرة بشاشة كبيرة من هاتفي، وهذا شيء جميل يعني إذا كنت تريد الاستمتاع أفضل. يعني أنا شخصيا الحين يعني ألعب من الهاتف وفي الوقت يعني الحقيقي. بالتالي فكان هذا كل شيء أحبابي في الله، الرابط سوف تجدون أسفل الفيديو. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، لا تستطيع منها بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا دائما على موقعنا دور الفيديو لبونتيكلا5.com وللمراسل على فيسبوك facebook.com/حافظ984، أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.